فأنا السؤال الأول قال لك بي garden hose attached with nozzle is used to fill هذا الأنبوب أو هاي الصوندة هذا أو الهوز يستخدم لملء 10 جالون of bucket. bucket هي عبارة عن دلو مال ماء. الحجم مال هذا الدلو هو 10 جالون. The inner diameter of the hose is 2 سنتيمتر. يعني القطر الخاص بهذا الهوز هو مقداره 2 سنتيمتر. And it's reduced to 0.8 سنتيمتر at the nozzle exit. يعني صغرت هذا القطر، دائما هذين النوعيات من النوزلات اللي احنا نحطهم في مقدمة الصوندة، يكون النوزل المقدمة مالته شنو؟ أضيق من الـ يعني بالضبط نفس المرشة مالت الحريق، تلقى الأنبوب بقطر كبير والنهاية مالت هذا الأنبوب تكون متضيقة. شنو السبب حتى تكون السرعة؟ حتى تكون السرعة عالية، حتى تكون أنا أحصل على مدى أكبر، يعني مدى السرعة يكون عندي أكبر للماء اللي عندي. زين مقدار التضيق ايش قد هنا راح يكون 0.8 سنتيمتر. At the nozzle exit في مكان الخروج مالت هذا النوزل. If it take إذا أخذنا 50 second to fill the bucket، يعني احنا استغرقنا لنملأ هذا الباكيت اللي مقداره 10 جالون استغرقنا 50 ثانية. Determine أوجد the volume and mass flow rate. يريد الفوليوم والماس فلو ريت، الفوليوم الحجم والماس فلو ريت of water through the hose، يعني مقدار الحجم والماس فلو ريت لهذا الهوز. بعد the average velocity of water at the nozzle، يعني مقدار السرعة الخارجة من النوزل، مقدار السرعة الخارجة من النوزل. طلاب دائما احنا الشغل مالتنا دائما احنا ما دا نستخدم الوحدات الأمريكية، احنا دا نستخدم وحدات الاس اي يونت. احنا نقول يعني احنا نتعامل مع اللتر، متر المكعب، متر بير سكند، هذه الوحدات. لذلك دائما احنا لازم نحول الوحدات مالتنا. ما دام اني هو مطيني 10 جالون اكو فد نسبة تتحول بها ال 10 جالون الى اللتر، هذه النسبة ضارب لي اياها في 3.78. هذه اكو برامج بسيطه بالتليفونات تقدر هذا الكونفرت يونت، اسمه كونفرت يونت، تحويل مال الوحدات. اذا انا معطيك اياها طبعا ما راح اعطيك اياها، اكيد انا راح اعطيك اياها بالوحدات الاس اي يونت العاديه مالتنا اللي هي المتر، الكيلوغرام، الجرام، ممكن الحجم باللتر، بالملي لتر، تكون تعرف شلون تحول بالوحدات، شلون تحول بالوحدات. فهذه ضاربها في هذه النسبه اللي هي بدلاله اللتر، طلع لي اني الحجم مال هذا الجالون، هذا الدلو، طلع الحجم مالته 37.8 لتر، 37.8 ونص لتر. زين اني هذا ما دام اعطيك اياه باللتر، دائما احنا نتعامل من متر المكعب. اي قيمه باللتر ان شاء الله راح تاخذوها بالمختبرات وتشوفوها، اني ما يعني ما تخدمني باللتر، اني لازم احول الى المتر المكعب. فحتى احول للمتر المكعب أقسم على ألف أو أضربها في 10 أس ناقص 3، لأن كل متر مكعب هو عبارة عن ألف لتر. طلاب المتر المكعب هو ألف لتر، هاي يكون ذني تحفظهن، ذني يكون تحفظهن مثل اسمك، هذني المصطلحات. زين فإجيت حولت لللتر، قسمت على ألف أو ضربته في 10 أس ناقص 3. زين أنا أحتاج قيمة الكيو أو التصريف. زين التصريف شلون أعرفه؟ التصريف هو حاصل ضرب، شوفوا طلاب، السرعة في الاريا، السرعة في الاريا. يعني من اريد استخرج الكيو سواء بالهوز او سواء بالنوزل، هو دائما التصريف حاصل ضرب سرعة الماء اللي يجري بهذا الهوز في شنو؟ في مساحة المقطع مالته، في مساحة المقطع مالته. او يساوي ايضا الكيو نفسيته مقدار الحجم اللي عندي على التايم اللي استغرق لملئ هذا الحجم. يعني انا عندي مثلا هسه ان شاء الله تاخذوها بالتجربه مالت البرنولي، انا عندي يصلحوا له الهايدروليك بنج. الهايدروليك بنج بيفت تدريجات محدده، انت عندك بايدك راح يكون ستوب ووتش، ساعه توقيت، فتباوع هذا الارتفاع او الحجم مالتك لتر، دا يقرا انت تقرا لتر
وبيدك ساعه التوقيت وين يوصل تتوقف تشوف ايش قد استغرق هذا الحجم تايم حتى يوصل لهذا المكان. يعني انت تقرا حجم معين في زمن معين، فبالتالي انت التصريف ايضا هو يساوي لك الحجم على التايم. فبالتالي انا هذا حجمه معلومه عندي، صار هذا مقداره 37.8 في 10 ناقص 3، الزمن اللي استغرق لملء هذا الوعاء هو 50 ثانيه. فبالتالي انت تقسم هذا على هذا يطلع لك هو تصريف متر مكعب بير سكند، واللي هو نفسيته راح يكون هو حاصل ضرب الفي في الاي، الفي في الاي. زين، هذا بالنسبه للكيو، يعني بالنسبه للفوليوم، هذا بالنسبه للفوليوم ريت، هو هذا الفوليوم ريت، هو رايد ايضا الماس فلو ريت. حتى استخرج الماس فلو ريت هو احنا نقول عليه دائما هو الام دوت. الام دوت هي حاصل ضرب دنسيتي في شنو؟ في الاي في الفي. الدنسيتي كثافة الماء في مساحة الاريا كروس سكشن اوف ذا بايب في قيمة الفي، في قيمة الفي. يعني انا عندي قلنا الفي في الاي هي كيو نفسها، فبالتالي ممكن تقول الام دوت ايضا هي حاصل ضرب الرو في قيمة الكيو، الرو في قيمة الكيو. طبعا انت راح ممكن تعرفها ايضا من خلال الوحدات. يعني انا اضرب بس هسه، انا اضرب هسه الرو في الكيو، وحدات الرو شنو؟ طلاب وحدات الرو هي شنو؟ كتلة على حجم، إذن هي كيلوغرام على متر مكعب. الكيو وحداته شنو؟ متر مكعب على سكند. فالمتر المكعب تختصر ويا المتر المكعب مالت الرو، يبقى عندك شنو؟ كيلوغرام على سكند، كيلوغرام على سكند. فبالتالي طلعت لي قيمة الام دوت ضرب الالف، الالف ضربه في قيمة الكيو هاي البوينت 0.75 في 10 ناقص 3، بالتالي تساوي 0.757 كيلوغرام بير سكند، كيلوغرام بير سكند. هذه بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني قايل لك the average velocity of water at the nozzle exit، يعني يريد مقدار السرعة وين؟ مو بالهوز، لا يريد مقدار السرعة بالنوزل. طبعا انا اقدر ايضا بالاعتماد على الاريا المفروض اقدر اوجد حتى مقدار السرعه هنا او اوجد مقدار السرعه هنا بالاعتماد على الكروس سكشن اريا، بالاعتماد على الكروس سكشن اريا. زين، اللي لازم نعرفه حسب قانون حفظ الكتله الكونفرزيشن اوف ماس، الكيو الداخله تساوي يعني هذا النوزل مالتي، الكيو الداخله له تساوي الكيو الخارجه من عنده، الكيو الداخلة تساوي الكيو الخارجة. زين، فبالتالي مدام هذه القيم متساوية، هذه القيم متساوية، التغيير يعني في هذا المقطع اللي هو نفسه مقطع الهوز، هذا المقطع الأول وهذا المقطع الثاني، لا تكون بيه تضيق في المساحة في الأريا، وين السرعة تكون أكبر؟ أكيد راح تكون في الجزء الثاني أكبر. زين، شنو السبب؟ يعني واضح هنا، واضح أنه هنا الأريا كبيرة، لأنه نفس الكيو نفس التصريف، بس هنا شنو عندي؟ اريا كبيره، فبالتالي اكيد راح تكون السرعه شنو؟ اقل، نسبه وتناسب طلاب. هنا الاريا الصغيره راح تكون، فبالتالي اكيد راح تكون شنو؟ السرعه اعلى، لانه نفس الكيو هي ماره بنفس هذا النوزل. بالتالي انا الكيو يساوي لك المقطع الثاني الاي 2 اللي هو هنا في قيمه الفي 2. الاي 2 يعني اريد اعرف ايش قد قيمه العفو معلومه قيمتها 0.8 هو مطيك اياه بالسؤال. الاي 2 الكيو هو نفس الكيو القديم اللي هو هذا، يعني واجده 0.75 في 10 ناقص 3. اذا الكيو صار معلومه عندي، الاي 2 معلومه عندي، فقط اللي مجهوله هي قيمه الفي 2، فقط المجهوله هي قيمه الفي 2. بالتالي الفي 2 راح تساوي لقيمه الكيو على يمن على قيمة الـ A2. الـ A2 هي باي اوفر 4 في 0.8 في 10 اس ناقص 2 تربيع. هنا انا ناسي احط السكوير، يعني يعني دي سكوير في باي اوفر 4 بالنسبة لمساحة المقطع. فبالتالي استخرجت قيمة الـ Q او العفو الـ V اللي هي في المقطع الثاني. الثاني طلاب، السؤال الثاني ايش قايل لك بالسؤال الثاني هنا؟ انا قايل لك 3 بايب steadily delivered water at 20 سنتيجريد to a large exit pipe in figure. يعني إذا أشوف هنا أنا
عبارة عن ثلاثة أنابيب تجهز أنبوب واحد، تجهز أنبوب واحد. زين. The velocity V2 5 متر بير سكند. إذن هو مطيني السرعة V2 في هذا المكان ومقدارها 5 متر بير سكند، 5 متر بير سكند في V2 هنا في هذا المكان. بعد ايش مطيني؟ مطيني هو ال D1 D2 D3 وال D4. إذن دني أنابيب بأقطار مختلفة ثلاثة تجهز هذا الأنبوب اللي هو قطرة واحد اللي هو 9 سنتيمتر. And the exit flow rate وهذا المخرج يعني صح له exit flow rate مقدار الكيو مالته 120 متر مكعب per hour. إذن هو مطيك discharge أو التصريف وقايل لك حجم التصريف هذا 120 أو الكيو مالته 120 متر مكعب per hour. 120 متر مكعب per hour. إيش قايل لك؟ أوجد find ال V1، ال V1 هنا في هذا المكان، ال V3 وال V4، ال V4 يعني بس ال V2 هو مطيني إياها، قايل لي خمسة فقط ال V2 وال Q4 هو مطيني إياها، هو مطيني ال Q4. بعد إيش قايل لك؟ if we known إذا كنا نعلم ذات إذا زيادة في مقدار الـ Q3 بمقدار 20% يؤدي إلى زيادة في الـ Q4 بمقدار 10%. مقدار الزيادة في الـ Q3، هاي الـ Q3 هنا اللي جايتني منها بمقدار 20% تؤدي إلى زيادة في مقدار الـ Q4 بمقدار 10%. مقدار 10%. أجي أباوع الحل. واضح انه من السؤال قانون حفظ الكتله الماس او الفلوريت اللي داخل اكيد راح هو ايش يساوي لك؟ يساوي لك الفلوريت اللي خارج. فبالتالي انا شنو عندي؟ اذا الQ1 زائد الQ2 زائد الQ3 اكيد راح يكون مساوي لمن؟ للQ4، للQ4 ديشارج الخارج باي عدد كان. هسه أنا هنا أنا كل واحد مطي له قطر مختلف، يعني الدي 3 يختلف عن الدي 2 يختلف عن قيمة الدي 1، ممكن أيضا تصير اختلافات أكبر أو قياسات بالأقطار أكبر، فأنت يكون مفروض تنتبه للحالة. زين، أنا هسا عندي قيمة الكيو عرفتها هي حاصل ضرب الأريا في قيمة السرعة. إذا الـ A1 في الـ V1 زائد A2 في الـ V2 زائد A3 في V3 يساوي لك الكيوب الخارجة اللي هي ناتجة من A4 في قيمة ال V4، في قيمة ال V4. الأريا أنا مالت ذني كليتين أقدر أطلعها لأن الدايمتر كله معلوم، دايمتر هنا دايمتر هنا كلهن معلومات. بالنسبة عندي فقط ال V2 معلومة قيمتها. إذا أنا أحتاج أستخرج قيمة ال V1، أحتاج أستخرج قيمة ال V3 وال V4. مطيني هو قيمة ال Q4 قايل لك 120 متر مكعب بير أور، لازم احولها الى شنو؟ احولها الى متر مكعب بير سكند، احولها الى متر مكعب بير سكند. فبالتالي اقسم هاي ال 120 السكند، اكيد الساعه هي عباره عن 3600 ثانيه، فاجي اقسم ال 120 على 3060 ثانيه، لان يعني الساعه هي 3060 ثانيه. بالتالي حصلت على الحجم ال Q4 هو 1 على 30 متر مكعب per second، متر مكعب per second. تريد تقول لي 1 على 30 قسم لي؟ نعم، مو انت عندك ال Q4 120 متر مكعب per hour، دلالة الاور. احنا دائما ما نشتغل بالاور عزيزي، احنا نشتغل بالسكند. فاجي اقسم الساعة الوحدة ايش قد؟ 3600 ثانية. اجي اقسمهن احول حتى يصير عندك الديسشارج بدلالة السكند. واضح؟ تمام. زين، أنا من خلال النون اللي عندي أو المعلومة اللي هو مطيني إياها قايل لك الزيادة بالQ3 بمقدار 20% يزيد لي الQ4 بمقدار إيش قد؟ 10%. إذن أنا عندي الـ 0.2 من الQ3 يساوي لك شنو؟ 0.1 من الQ4. الـ 0.2 من الQ3 يساوي لك شنو؟ 0.1 من الQ4. زين،
أني من خلال هذه القيمة أني الكيو 4 معلومة عندي أنا مطلعها هسه هنا هذه القيمة مالتها، فبالتالي أنا إيش راح يكون عندي الكيو 3 شي يساوي لك هاي نقلها لهنا صارت 0.1 على 0.2 في قيمة الكيو 4، الكيو 4 معلومة فبالتالي استخرجت قيمة الكيو 3، الكيو 3 طلعت لي 1 على 60 متر مكعب بير سكند، فقط تقسيم هذا نقله لهنا هذا الجزء وعوض بمكان الكيو 4 بواحد على 30 متر مكعب بير سكند طلعت عندي قيمة الكيو 3، طلعت عندي قيمة الكيو 3، بالتالي انا صارت عندي قيمة الكيو 3 معلومة، قيمة الكيو 4 معلومة. زين، ما دام انا عندي الكيو وعندي الدايمتر مال كل جزء من عندهن اقدر اطلع شنو؟ اقدر اطلع السرعة. ليش؟ لان الكيو هي حاصل ضرب الفي في قيمة الاي. الاي معلومة والكيو معلومة، فقط الفي هي تكون غير معلومة. زين، اجي اعوض القيم بالنسبة للكيو 4 اي 4 في في 4. اذا الفي 4 شو يساوي لك؟ يساوي لك كيو 4 على اي 4. الكيو 4 هي 1 على 30 والاي 4 هي قيمتها ايش قد الاي 4؟ هي 9 سنتيمتر هنا قايل لك، 9 اقسمها طبعا لازم على 100 حتى احولها بدلالة المتر، فقسم 9 على 100 صارت التعويض مالتها باي اوفر 4 في قيمة 0.09 سكوير، 0.09 سكوير، هذه الاريا مال هذا المقطع، فبالتالي طلع قيمة الـ V4 طلعت لي 5.24، نفس الحالة بالنسبة للـ V3، الـ V3 هي جاية من الـ Q3 في يساوي الـ A3 في قيمة الـ V3، إذا الـ V3 راح تكون Q3 على قيمة الـ A3، الـ Q3 أنا واجدها هي 1 على 60، أجي أعوض 1 على 60، قيمة الـ A3 أنا موجودة عندي 6 سنتيم، فالـ 6 تقسمها على 100 بالتالي تضربه في باي اوفر 4 في قيمة الدي سكوير وتساوي قيمة الـ V3 5.89 متر بير سكند، بالتالي أنا السرعة صارت عندي، الأريا موجودة عندي مال كل مقطع، أجي أطبق هذا القانون مالتي اللي هو على الكونفرزيشن أوف ماس، الـ A1 في قيمة الـ V1، A2 في قيمة الـ V2، A3 في V3 يساوي لك الـ A4 في قيمة الـ V4. بالتالي هذني كلهن راح يكون المعلومات فقط قيمة الـ V1، فقط قيمة الـ V1 مجهولة راح تكون، أجي أطبقهن كليتهن ذني كلهن أنا مستخرجهن الـ V3 الـ V4 والـ V2 هو مطيني إياها بالسؤال، فقط قيمة الـ V1 راح تكون مجهولة، بالتالي أطبقها بهذا القانون وبالتالي أستخرج قيمة الـ V1 تطلع لي قيمتها 5.45 متر بير سكند. سؤال رقم 3 شوية فكرته يعني بيفت فكرة، a jet of water يعني من أقول طلاب jet of water يعني منفث مال ماء، يعني شلون أقول وكأنما صنبور مال ماء، يعني ضخ المي، يعني ضخ المي بسرعة. jet of water، jet of water discharge into open tank، يضخ لي ماء في خزان معين، خزان مال ماء معين مفتوح open، ما دام قال لك open يعني مفتوح هذا للضغط الجوي. زين، and water level discharge into open tank and water level the tank through an orifice in the bottom of the هنا أنا قايل لك أيضا شنو؟ قايل لك أنا عندي discharge يعني عندي تصريف في أسفل الخزان، عندي تصريف مال ماء في اسفل الخزان، ايش قد مقدار التصريف الكيو مالت هاي الفتحات طلاب يصحوا لها بالانجليزي اورفيس، من يقول مصطلح اورفيس يعني فتحه موجوده في خزان، ايش قد التصريف مال هذه الفتحه هو مقدار 0.03 متر مكعب بير سكند، دع يصير انا عندي تصريف منها في الكروس سكشن اريا اوف جت، ها مطيني الكروس سكشن اريا هنا في هذا الجت، يعني هذا الجت اللي يذب لي المي في هذا الخزان منطيك هو شنو؟ منطيك الكروس سكشن اريا مالته قايل لك 0.025 متر سكوير، هاي الاريا منطيك اياها، وبعد شنو قايل لك؟ قايل لك الفيلوسيتي مالت الووتر اللي جايه في هذا الانبوب مقدارها 7 متر بير سكند. At what rate is the water accumulating or evacuating from the tank؟ يعني هنا رايد مقدار التراكمي accumulating معناها تراكم طلاب، مقدار التراكم
أو الإيفاكويتنج يعني الإزاحة مالت المي. ممكن يصير عندي أني تراكمي، يعني أقصد شنو تراكمي؟ يعني إذا كان مقدار المي الخارج من الخزان أقل من مقدار المي داخل الخزان، أكيد راح يبدي شو يصير عندي بهذا الخزان؟ راح يبدي الماء يتراكم، يبدي يرتفع مستوى المي بالخزان. إذا كان عندي بالعكس مقدار التصريف من الخزان أكبر من الماء الداخل إلى الخزان، راح يكون حالة evacuating، يعني مقدار ماء مزاح راح يصير. أوكي طلاب، هذه شوية بس لازم تنتبه لها. زين، هذه أنا شلون أحددها، شلون أسويها، وش قد هاي كمية المي؟ هسه راح نعرفها بالحل. طلاب، من ال energy conversation، يعني العفو mass conversation، عندي أنا mass conversation، هاي المعادلة مهمة، هذه المعادلة من تباوعها مقدار التغير في مقدار الكتلة الداخلة إلى هذا الحجم، اخذ كنترول فوليوم، احنا نصيح له هذا كنترول فوليوم، اكو عندي ماس ان واكو عندي ماس اوت، اكو عندي ماس ان واكو عندي ماس اوت، اكو غيرها داخله؟ لا ما عندي غيرها. فمقدار التراكم للكتله مع التغير بالزمن للكنترول فوليوم هذا مالتي زائد مقدار او سميشن الام دوت والماس الخارجه من هذا الخزان ماينس مقدار شنو الماس الداخله لهذا الخزان يساوي صفر. هسه تقول لي هاي شلون استاذ؟ لا تدوخ، فقط انقل لي الماس ان هاي مو اشارتها ماينس، انقلها لهذا الطرف، راح شي يكون مقدار الماس الداخله شي يساوي لك مقدار الماس الخارجه زائد مقدار الماس التراكميه داخل الخزان. اتصور واضحه جدا. يعني خلينا نشوف، إذا كان مثلا مقدار الماس الخارجة من الخزان مساوية لمقدار الماس الداخل للخزان، يعني الماس إن تساوي لك الماس أوت، إيش قد راح يكون مقدار التراكمي؟ واضح جدا، يعني أنت مقدار الماس إن من تنقلها راح تساوي مقدار الماس أوت، إذن هاي الطرف كله راح يكون صفر قيمته، إذن هذا الطرف كله راح يصير، أي تراكم ما راح يصير عندي بالخزان، أي تراكم مي بالخزان ما راح يصير عندي. ليش؟ لان الماس الان راح تساوي له قيمه الماس الاوت، ولكن انا عندي اذا كان مقدار اكو تغير في مقدار الماس الان والماس الاوت، لا لازم هسه نعرف ايش قد مقدار هذا التغير. فاجي انا هسه اباوع انقل هذا الطرفين الى هذا، يعني هذه انقله لهنا، ايش راح يصير؟ الان ماس ان هي موجبه والماس اس راح تكون سالبه القيمه مالتها. زين، اجي ادخل قيم الماس ان، الماس ان ايش قد عندي اني الاي مقدارها الكروس سكشن اريا مطيك اياها هو قيمته، والسرعه مطيك اياها، خل اشوف لك يعني الام دوت ايش قد الماس الداخله الها، قلنا الماس حاصل ضرب الرو في قيمه الاي في قيمه الفي، الاي بالفي قلنا تمثلها ايضا الكيو، بس انا هنا أنا دا اباوع انه انا عندي اريا مساحه مقطع للانبوب وعندي سرعه، فبالتالي كثافه في قيمة الـ A في قيمة الـ V، يعني ألف كثافة المي ألف في قيمة الـ Cross Section Area مطيك إياها 0.025 في قيمة الـ V اللي هي مقدارها 7. بالتالي عرفت أنه كمية الماس فلوريت الداخل لهذا الخزان هي 17.5 كيلو جرام بير سكند، كمية الماس الخارج الـ Out خل أجي أحسبها، هو مطيك الـ Discharge التصريف، هو مطيك الـ Discharge التصريف، إذن شنو؟ إذن عندي الرو ألف في قيمة الـ A في قيمة الـ V، A في الـ V تمثل لك تصريف، طلاب هو التصريف مطيك هالقيمة مالته، إذن ألف في قيمة الـ Q اللي عندي 0.003، إيش راح يساوي القيمة؟ 3 كيلو جرام بير سكند، إذن الماس الـ N نشوفها إيش قد 17، والماس الـ O إيش قد 3، أكيد راح يكون مقدار تراكمي. إذن أجي أعوض بهذه المعادلة عن القيم مال الأم دوت، الأم دوت إن أعوضها 17، هاي هنا أعوضها 17.5، والأم دوت أوت 3، فبالتالي أحصل على مقدار تراكمي دي إم باي دي تي يساوي لك 17 ناقص 3، ويكون مقدار التراكم